أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة الحلقة بتاعتنا ممكن نقول عليها حلقة الأكشن، حلقة الإثارة. معانا يا جماعة بودي جارد السينما المصرية، بوكسير الشاشة، الشاب اللي ما بيخافش من أي حاجة. أنا ليا معاه ذكريات فظيعة جدا 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 يا جماعة. خفت منه، هزرت معاه، كنت هتضرب منه في بعض الأحيان، بس قضيت معاه أحلى ذكريات حياتي. عايز أقول لكم إن هو في الأول طيب قوي، بس لحظة عصبيته في منتهى الخطورة، صعب جدا تتنبأ هيعمل إيه. تيجي نشوف النهاردة لما هيواجه سعد وعلاء هيعمل إيه؟ يلا بينا. محمد نصر ده أوريدي ملاكم، هيدخلوا بقى هو اللي داخل يصارع أسد. هدوس على كام؟ وش يا برنس، فيس تو فيس. انا اهو تمام اهو. كلبزاتك في ايدك، سندوتشاتك في جيبك، الوطن العربي في انتظارك يا نجم. محمد لطفي شعره ابيض والعجز من نفسه. يا رب استر، استر يا رب، ربنا استر يا لطفي. يا بطل العالم في المولى الجمعة. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الله اكبر. اخوانا مين بقى يا صغير؟ لا اله الا مش قادر يتكلم، مش قادر على صوته. ما تهزرش بقى عشان لا اله الا الله. لطفي صورته تهزت قدام منظر. الله اكبر. طب يا جماعة، لا إله إلا الله يا جماعة. أنا عندي سفر وعندي عيال برضه. محمد الحلو بقى مش جاي عند نتالي المذيعة، نتالي الحلو. الله اكبر. بيقول لك نتالي الحلو. يلا يا جماعة بقى والنبي. سفر بجد يا عادل، والله والله العظيم عندي سفر. خلاص مش هرد على حد. اروح لمحمد، اروح اروح. انت عليه اللعبه، انت عايش منها.
ينفع كده ينفع كده رامز قلب الاسد. بوس ايد ابوه. اه طبعا نور رضا ابوك. ايوه يلا قول. هتلاقي كل الناس. طب يلا غني. طب ماشي. يلا يلا. بوس ايد ابوك هتلاقي كل الناس حبوك. نور رضا ابوك يا نور عين ابوك. اوه لطفي. هتلاقي كل الناس حبوك. أوه. يا رامز. لو عايز تبقى فارس جيلك. نور رضا ابوك. يا رامز ده ياما في ايديك كان بيشيلك. يا نور عين ابوك. يا سقه لو زعق عيط على السلم. ترفع عليك ولا تتكلم. لو حتى جيرانك يوم شافوك وانت ياما 13. عم جلال يعني ربنا يكون في عونك. حبيبي عم لطفي يا ملك السياح. اسكت انا مش هستر عليك في حاجه. لا لا ما شاء الله. لا بص يا جماعه عم لطفي بالنسبه لي مثلي الاعلى في الشجاعه. النهارده بعد اللي شفته يا جماعه او اللي هنشوفه مع بعض التمثال انهار حجر حجره. انت مش تخيل حضرتك اسد يا باشمهندس. لا ازاي انت عندك خبره. امال ايه الحكاوي اللي كنت بتحكيها لنا وكل الحاجات دي؟ ما كدبتش عليك قلت لك يا راجل ده انت ولا حاجه. انت سحبت ناعم جامد قوي. لا لا يعني ممكن يتضايق. يتضايق مين؟ اه يتضايق. فين البوكسير وفين لطفي؟ بوكسير مع اسد حضرتك. طبعا. بعدين اسالك سؤال. انت كنت جاي مين اصلا؟ انا جاي يا اسمها ايه والله نسيت. هو ناتالي. 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 عشان كده ضرب البنتكور ده صح؟ لا انا مسافر دلوقتي. مال... لا يا راجل انت قلت فيه مزه وكده فالبنتكور والشيست ونافع. لا 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 عايز اقول لكم لطفي لما بيقول حريم ما بيعملش زينا يعني. احنا بنحط غير بنلبس حاجات. لا ده بيروح جايب الدمبلز يفضل عشان دي ذكريات قبل الحريم بالنسبه له الباي والتراي. انت ما عكس كل البشر في عمر وابراهيم دلوقتي ما شاء الله. الدنيا الناس اللي قدام التلفزيون عارفه حكايه الحمامه؟ لا طبعا محدش يعرف حكايه الحمامه. لطفي في مره كان في البيت. لطفي عنده اتصال روحاني مع الطيور والحيوانات وكده يعني. ففي مره في حمامه دخلت من الشباك كان بيسيب الشباك مفتوح فالحمامه سكنت معاه في البيت وكده. فايه كل شويه واحد في التصوير يقول لي ايه كنت مسميها ايه؟ هو لولا. لا بيقول لي ايه؟ لولا ما كانتش. انا لولا مره بكلمه في التليفون لقيته بيقول لي ايه؟ بقول له انت قاعد. قال لي قاعد مع لولا. تاخد تكلم لولا؟ بعدين فجاه قال لها خدي كلمي رامز يا لولا. فجاه اتعامل تعمل ازاي؟ كان بيتغني. طب صدق انا هجيب لك مسجل سيديهات. انت عارف شفت كانت بتقف على كتفنا وكانت بتغني صح؟ لا فاكر الشباب. عايزين بقى نشوف اللي حصل بقى. شوف لطفي وهو بس بقى ما لطفي وهو كاورد. كاورد. نو اي ام نوت سكيري. نو يو ار بيج فات كاورد. نو اي ام نوت. ليتس سي ليتس سي. اوكي ليتس سي. اند ذا بيبل ويل جيف يو اند شات ذات اب. اوكي بص لطفي هو داخل. البنتكور مش جايب معاك خالص يا علو. كويس زي حريه بقى. مرايتك بقى انت رايح تقابل المزه هوب. لا 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 ناتالي بص وبعدين انت بتصرح ايه لطفي مش فاهم صرح على وجهك. حد يصرح واي حد بيدخل اسانسير لوحده بيقعد يعمل كده بدل ما هم كده كده يعني. لا فاكر يلا لما كسرت الديكور علينا انا وحماد هلال. ما انتوا كنتوا مجننني. في حد يعمل كده في الدنيا يعني؟ ده هم من هنا اهو اما نشوف العب اهو. كاور تشيكن يور تشيكن اتس ا لاين اتس نوت ا كات هاني. انت عندك خبره اكتر مني معلم. اهو بص يا نهار اسود. بقول لك ايه المعوذتين اتقروا صح؟ المعوذتين اتقروا. انت قريت عليه ايه؟ كبرت عليه. قلت ايه بقى؟ والله اللي كان بيجي بقى ساعتها يا رامز الله اكبر كتير والمعصين وكل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طبعا انت معاهم. احنا متقالي لو قسنا ضغط لطفي دلوقتي هتلاقيه الريق الحطبه نشفت صح؟ الريق بعيد عنك اتبلع. حاسس ان في خيشه في زورك. امال اعمل ايه طيب؟ يا نهار. في لحظه لطفي انت خلقك داق فيها. اتنرفزت من ايه بقى؟
الوقت زاد قوي وانا هتاخر على الطياره. طياره ايه قدامك؟ اسد وقلال على الطياره. انت ممكن ما تركبهاش اصلا. ما انا بقى بيني وبينك يعني لما الوقت زاد وعمال انزل اطلع وانزل وحاجات كان عندي مساحه يعني اخرج من اللي كان في القفص. بس قلت طب ايه تخرج من القفص ازاي على اساس ممكن الدور الجاي لا جبلات الاوروبا يقطعوني شافه جامده قوي محمد لطفي يا جماعه. ممكن اسالك انت كان يعني هتخرج من اللي كان القفص ازاي يعني؟ هدخل شمال. شمال ايه؟ مفيش شمال ولا يمين اصلا سادد الاساسير. هتخش ازاي؟ طب خلاص بقى وده ممكن يروح مطلع بعد عنك مخلب كده ياخد الشريان. طب هو عايزني ابقى لا يعني قول لي فكره كنت هتعدي ازاي؟ مش فاهم. لا اللي في القفص. اللي في القفص صح؟ كان في سبيس ان انا اعدي. ايوه هتطلع منه ازاي؟ ما هو في عقل. العقل زينه يعني. قول لي هو في القفص اهو. انا اتلخبطت. طب يا جماعه ينفع كده يا جماعه؟ يا جماعة أول مرة أشوف يا جماعة محمد لطفي خايف كده. أنت فاكر أنت كنت طالب مني إيه لما كنت مسافر؟ آه كنت طالب مني إيه؟ هتسيح لي بقى لا 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 كنت طالب مني حاجة لما كنت مسافر صح؟ قلت لك من مرشال. آه جميل. كنت عايز إيه؟ في السيل. اللي هي إيه؟ بس هو كنت شلت دولار ولا زقت حاجة. قول قدام الناس دي كلها اللي هي إيه؟ آه في اللي هي إيه؟ جزمة. جزمة صح. شافة جامدة يا جماعة محمد لطفي. اوه لا 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 اضرب لا اضرب يا راجل ده انت لابس حاجه زباله يا راجل. بص بص عامل ازاي حاجه زباله. لا 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 بس لا مش جوه. لا لا بص الضفر عامل ازاي. عامل هيطلع لي فيها فار جوه. ثانك يو يا راجل. بص السياح يعني بقاله ثلاث شهور كل شويه انا جبت لك هيكتب. بص يعني مقاسك ولابسك. لا اسالك سؤال. انت كنت متخيل ان البرنامج بتاعنا مقالب صح؟ ما يعني المقلب ايه هنا في الحلقه بعد اللي انت شفته ده كله؟ وهو احسن حاجه ان انا قابلتك النهارده. لا لا المقلب ايه اللي حصل؟ الاسد صح؟ ما لا في مقلب تاني. لا ان الحلقه دي ببلاش من غير فلوس. صفقه جامده الله يا جماعه. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه مع ضيف جميل وحلقه اجمل. هنقابل اسد وسعد. Love you. Love you. Love you.